معلوم أن السفر سفر المرأة بدون محرم محرم، فلو أن والد المدرسة ذهب بها إلى البلد التي تعمل فيه وأجلسها لوحدها ثم رجع، فهل يجوز له ذلك؟ إذا نزلت في بيت وتستطيع البقاء فيه مع الأخوه فلا بأس، ما تحتاج إلى المحرم في البيت. إذا راح وأخذ له مسكن وسكنها فيه في سكن موثوق ولا عليها خوف ما في بأس. المحرم إنما هو في الذهاب والإياب في الطريق، أما في البلد ما تحتاج إلى محرم، إذا سكنت ما تحتاج إلى محرم في مسكن مأمون. نعم.